مساء الخير، فيديو جديد بلور كلير انبوكسنج كروت يوجي، والمره دي معانا باتل اوف ليجند كريستال ريفنج. العلبه دي ما فيهاش كروت غاليه، ما هي الستار لايت بس اللي هو تقريبا ما بيطلعش خالص، بس هي بتتكلم بقى عن شويه حاجات بتدي سبورت لكروت كتير زي الامازونيس مثلا، الجادجت، النينجا، بيرفورمابال، ونمبر، مورفترونيك، هيرويك، اليمنتال هيرو، نيوسبيشن، اود اي، كل الحاجات دي موجوده، وبتقدم الادفانسد كريستال بيست والدودل بيست والدودل بوك والجي جولم. فده اللي موجود في العلب دي. كان في فيديو قبل كده كان عن الاميزنج ديفندر، كان علبتين، والعلبتين دول بان فيهم ان تقريبا نفس الحاجات كانوا موجودين فيهم بالظبط، رغم ان العلبتين المفروض كانوا عشوائيين. المره دي بقى معانا اكتر من علبه، في 3 علب، فيعني هتقدر تعرف كده تقريبا ايه اللي ممكن يطلع لك لو انت اشتريت علبه، احتماليات يعني. خلينا نبتدي باول علبه، وبعد كده لما نعرف فيها ايه الكروت الباقي هنمشي فيهم بسرعه عشان الفيديو ما يبقاش طويل. دلوقتي الباك دي المفروض في 5 كروت في كل باك، والعلبه فيها 24 باك. هي الباكس اصلا شكلها جميل قوي، خلينا نبص عليها كده. الباكس حلوه اصلا لوحدها يا جماعه. ودي حاجه ملهاش اي لازمه زي ما احنا شايفين يا جماعه، مش عارف ايه فايدتها، بس خلينا نبتدي بقى فيهم واحده واحده. تعال نبتدي بالكروت الحلوه بتاعت، ممكن ما اقسمهمش بقى زي الفيديو بتاع اميزنج ديفندرز لو الفيديو طول، خلينا بس نفهم الاستراكشر ماشي ازاي. طيب الترا رير تول بوكس، بعدين يوتوبيا، دريكو فيوتشر حلو، سيكريت رير، اوليسيسيديا، وطبعا كريستال بيست سايفر بيجاسس. تعالوا بقى نشوف ايه الكروت اللي ممكن لو شفناها نقول يا دي كروت غالية وننبسط وكده. طيب اللي هنشوفه بالنسبة للالترا رير هو دي كرو، وده بدولار، ده اغلى حاجة يعني. وبالنسبة للسيكريت رير اكسس كود توكر، وبعدين سيلين، بورل دراجون، وبعدين دراكو فيوتشر، ده $8. ده انا حظي حلو بقى. طب حلو قوي، يعني هو تقريبا الغالي يا جماعة في الباك هيبقى السيكريت، مفيش اي الترا رير غالي خالص. طيب خلينا نكمل ونشوف. رايت فر، افندريد، ارتميس ماجستس اوف لا الثانية سيلين مش ارتميس، ثاندر بول، وامازونيس هول. جميل، انا بحب الامازونيس اصلا وبجمعهم. طلع لنا كارت واحد فاليبل نوعا ما، فدي حاجة المفروض تبسطنا. خلينا نكمل. راجين ذا بريك بولت ستار، توكن كوليكتور، ياه ده نزلوا سبورت لده كمان، ماشي حلو، وبلاك وينج، وكيرس ريفليكشن. بس ادينا بنشوف هترسى على ايه. يلا بينا راجين تاني، تون هاربي ليدي، سيلين يا جماعه انا ايه، وبعد كده كريستال بيست هنا، وبعدين امبلم، الله، امبلم اوف بلاندر باترول، حلو قوي. في قصه يا جماعه البلاندر باترول موجوده على القصه على الشانل للي عايز يتابعها. والسيلين ده كارت من الكروت الغالية، مش عارف انا حظي حلو ولا البكح ولا العلبة حلوة، بس هو لغاية دلوقتي طلع لنا كارتين عاملين لهم مثلا 9 و7 غير باقي الكروت طبعا. ادفانسد دارك تمام، وبعد كده طيب ده الزومبي اوكي، دراجون نيلز، ودايمنشن دايس. كده دي الكروت اللي كان عليها روبي. تعال نمسك بقى الباكس الاربعة بتاعت التايجر. جرافيتي بالانس او الجي جولم، وهنا دريم سيسيديا طلع، ادفانسد كريستال بيست، حلو قوي الكارت اللمعه بتاعته جميله جدا، سايفر بيجاسس، تون تيرور، ورويال ستريت. هو الكروت متنوعه قوي في الباك دي يا جماعه، دي حاجه جميله. هو اغلى تون هنا على فكره هو تون لاستر سولجر، ده اللي فيهم غالي تقريبا. طيب يلا نكمل ونقول دريم سيسيديا برضو، جي جولم كريستال هارت اوكي، بلاك وينج، فايو، اود ايز، وايدج امب تشين. حلو، انا كان ما عنديش الايدج امب ده، وفي ساعات كتير بيبقى الايدج امب ده محتاج يعني في كومبوز معينه كده محتاجه تتعمل، بتبقى محتاجه مش فاكر هو ده اللي اصلا الكومبو بتحتاجه ولا لا. ده طلع قبل كده، دايس دنجن، ادفانسد كريستال بيست توبز، وبعدين البلاك وينج تاني والاود ايس تاني، جرافيتي متكرر، كيس كرييتر، دودل بوك، اول دودل بوك يطلع لنا دودل بوك، ماشي
حلو، دول خلصوا كده ما فيهمش حاجة غالية نوعا ما. نخش بعد كده على التيرتل بلاك وينج تون هاربي بتاع وادفانس كريستال بيست ايجل وبعدين بلاك وينج ده وباتل اوف سليبنج سبيريت اليمنتال هيرو. هو تقريبا هيطلع لي كده كل الادفانس كريستال بيست، يعني راجين تاني تون تاني ايفل توين كيسكيل ماشي ونينجوتسو ارت والداينا بيز جادجت بوكس ده المورفترونيك وورفرايت فير نمبر 100 نيومرين دراجون باتل اوف سليبنج. وده ايه نمبر 100 ده؟ هل هو حاجة حلوة؟ لا عادي مش حاجة اصلا. بلاك وينج جرافيتي بالانس ادفانسد كريستال بيست تاني كريستال بيست و كريستال سكال. طلع لنا ادفانسد كريستال بيست ده قبل كده؟ طلع بيرفورما بال اود ايز بلاك وينج ريفايفد كينج هيديز شكله جميل دريم شارك وكيرسد ريفليكشن دول. طيب كده خلصنا دول اول كارتين طلعوا او اول يعني في اول تو باكس كانوا 3 كروت غالية وكده تمام. جي جولم بلاك وينج ادفانس كريستال بيست اللي بعده بقى اللي شكله حلو امازونيس هول وثاندر بول. تقريبا هو الامازونيس هو ده الكارت الوحيد اللي جايبينه انتروديوست فيها يعني. هيرويك كول ريمبو بريدج نمبر 100 اللي قلنا ملوش لازمه. دي دي كرو اللي هو بدولار يا جماعه اغلى الترا رير فيهم اللي هو 8 دولار. بلاك وينج بورا بيرفورما بال ارتميس تاني اللي ملهاش فاليو امبلم. هو خلاص الكروت بدات تتكرر تقريبا. جي جولم كريستال اود ايز بيرسون دراجون باين كريستال بيست عادي وسالامانج ريد سيركل هو مجمع فاهم من كل حته في الدنيا. جي جولم تاني ذا ايرث ستار ده لوحده كده. بلاك وينج فايو امبلم اونر بلاك وينج تاني حلو قوي. هوت سبرينج جميل امازونيس هوت سبرينج هو حلو لان هو مش عندي يعني انا مش فاكر الفكره بتاعه كان ايه اساسا. طيب كريستال بيست تيرتل وده تاني وده تاني وستون هنج وايدج تشين. خلاص هو تقريبا ايه احنا دخلنا في التكرار. كوليكتور ادفانس دارك حلو قوي. دودل بيست او ده كده تاني دودل بيست يطلع قليل قوي معرفش ليه. هيراتيك سيل اوف هيفنلي سفير ودراجون نيل. طيب هو ما طلعلناش طبعا ولا ستار رير وتقريبا مش هيطلع برضو عشان نكون ايه صراحه مع نفسنا. جولم انفيدر بلاك وينج كريستال بيست من احتمال ان هي بتطلع تقريبا قالك الدروب ريت بيبقى واحد في كل 12 علبه باين حاجه ما بتنفعش كده. ادفانسد دارك اي ان سبيس وسيسيديا وكيس ديدالوس فاكرين ليفي ديدالوس الكارت القديم. وده اخر باك في العلبه توكن كوليكتور جي جولم ادفانسد وده تاني وده تاني. طيب دي اول علبه يا جماعه حلوه لو انت عايز تجمع اعتقد اخرها معاك علبه. انا جايب اكتر من علبه لعده اسباب. اولا انا كان نفسي العب بالدودل ده شويه معرفش ان الدروب ريت بتاعه بشع للدرجه دي. طلع كارتين في العلبه انا قلت هجمع بقى الحاجات كلها بس ده ما حصلش خالص. ودي تقريبا على عكس خالص الاميزنج ديفندر. الاميزنج ديفندر لما فتحنا العلبه كان طلع لنا 3 كروت من كل حاجه وكانوا مظبطيننا بصراحه. يلا بينا نفتح ونشوف. دي اول واحد يا معلم سينكو دي حاجه تانية خالص ما طلعتش قبل كده. طيب وده بلاك وينج ده هنا كمان الكارت هو الكارت الاخير مش الكارت اللي في النص انا مش عارف ايه الفرق يعني او ليه بس تمام. يعني رويال ستريت سلاشر الباك التانية كانت تقريبا ده الامريكان واليوروبيان. الباك التانية كانت في اخرها في النص كارت في النص هنا الكارت الاخير. ايدج امبرا جين كيز فالكري بلاك وينج كروت مختلفة تماما. وهنا طبعا ادفانسد سفير بيجاسس. طب ده معناه ان العلبه بتفرق جامد بقى على عكس التاني العلبه كانت يعني طلع نفس الحاجه. هنا لا دريم شارك امازون سول نمبر 2 نينجا شادو موسكيتو حلو ده سبورت للسبرايت. هو عموما ليفل 2 مانستر من غير اي حاجه اه ينفع سبورت للسبرايت ده خلاص. ماي نيو سبورت للسبرايت كريستال بيست ادفانس دارك سيسيديا وتوكن والجولم. حتى لون الكارت فارق يا جماعه الكاميرا عندي مش حلوه بس هو بيفرق لون الكارت. في فرق بين اليوروبيان الكروت اللي معموله في اوروبا والكروت اللي معموله في امريكا. تودوروكي ماشي سالامانجريت والبوكس كريستال بيست
وبلاك بيرد ذا بلاندر باترول. احنا حتى مش محتاجين نبص بعد كده ونقارن بين الكروت، خلاص يا جماعه هما مختلفين تماما كده كده، يعني مفيش اي تشابه بينهم. بلاك وينج كريستال بيست، كريستال بيست بلاك وينج، وده الدراجون. بس هل هيطلع لنا اي كارت غالي شويه يبل رقنا او يحسسنا ان احنا ما ترميتش الفلوس؟ رويال، رويال ادفانسد دارك، ادفانسد دارك. الكروت اللي ممكن تطلع من عليها طبعا اكسس كود توكر او الكارتين اللي طلعوا لنا قبل كده، او بورل لود سافج دراجون، او تون لاستر سولجر، كلوك وورك نايت. بس هما دول الكروت اللي ايه اللي ممكن يبقى فيها حاجه. اما ايه الحاجات اللي ستار لايت رير بقى يتجراسه؟ وبلاك نايت ارمر ماستر، وطبعا سوبر بولمايزيشن، وفي بورل لود برضو سافج دراجون، وبعد كده بقى اكزوديا ذا فوربيدن وان. هل ممكن يبقى حظنا سعيد للدرجه دي؟ حلو دود البيست تايرانو، انا مش عارف حظنا هيبقى سعيد ولا لا، بس احنا بنتمنى. كريستال بيست، نينجوتسو ارت، كريستال كريستال كريستال، سالمان جريت سيركل، ده السبورت الوحيد اللي نازل هنا السالمان جريت. العلبه دي فتحها اسهل بكتير قوي. ماشي، باتل اوف سليبنج سبيريت، دريم سيسيديا، و برضه الايفل توين. طبعا الايفل توين ده لينك 2، فممكن نعتبره عادي سبورت للسبرايت برضه. هو اصلا كده كده في ناس بتشتغل بالايفل توين كالستارتر بتاع السبرايت، زي كده الديب سي ديفا وزي النيمبل انجلر وكده بيشتغلوا بيها برضو هي. فده تنفع يعني مفيهاش مشكله. مورفترونيك، في داينا جديد ونمبر 100 اللي ملوش فاليو. العلبه دي بطيخ خالص مفيهاش اي حاجه لحد دلوقتي، لازم عندنا امل. دايمنشن دايمنشن ولا حاجه. جولم جولم جولم، nothing at all nothing at all. طيب كريستال بيست، بلاك وينج، تون تيرور، دودل بوك، ودودل ستيجو. دودل بيست ستيجو، هل العلبه ورثت؟ لا. اكسس كود توكر يا جماعه، اكسس كود توكر، والله لسه بقول لا اهو. اكسس كود توكر $35، خلاص لا العلبه ورثت يا جماعه، انا ما لحقتش اكمل. اكسس كود توكر $35، حلو جدا. وباقي الكروت بقى تعمل لها ايه الفاليو بتاعتها مش مشكله، بس ده لوحده بلك حلو كفاليو للكروت اللي موجوده. خلينا نكمل. بلاك وينج، دايس دنجن، ريمبو دراجون، وادفانسد كريستال بيست. روبي اول مره يطلع لنا كادفانسد كريستال بيست. انا ما جبتش اصلا الديك بتاعت اللي هي البيست دي. دي كرو تاني حلو، كيس جولم وادفانسد وباتل اوف سليبنج سبيريت. طيب احنا حتى الان اكسس كود توكر ده لو كان ستار لايت رير بقى يا جماعه. طيب عرفنا عرفنا عرفنا. والليلا حلو، احنا كده عندنا سكيلا وليلا، طلع لنا الاثنين الايفل توين. ثاندر بول، بيرفورما بال، بلاندر، وود ايز، بيرسونا دراجون، سيسيديا، داينا، جي جولم، دنجن، و كواكاي. غريب قوي السبورت اللي بيبقى كارت واحد في البتاع ده، زي برضو كانوا عاملين نفس الموضوع ده على السبرايت. لا مش السبرايت، كانوا عاملينه على اللابرنث، منزلين كارت واحد اللي هو بيج ويلكم لابرنث، منزلين لوحده ده. ادفانسد الاميرال تيرتل، كيرس ريفليكشن، جي جولم، هيرويك، وطبعا البيجاسوس. ودي اخر علبه في الباك اللي فيها اكسس كود توكر، وجواها يا سيدي ولا حاجه، روبي ولا حاجه. اتمنى ما اكونش طولت بقى في العلبه دي، احنا خلاص عرفنا اللي فيها وعرفنا ماشيه ازاي. انهي احسن من العلبه دي والعلبه دي؟ والله هو بالنسبه لاول حاجه الكارت اللي هنا اللي هو اكسس كود توكر اغلى من الكارتين الغاليين اللي طلعوا هناك، والكروت اللي هنا مختلفه عن هنا، فما اقدرش اقول ان في علبه احسن من الثانيه، الا ان اكسس كود توكر غالي شويه. فخلينا نخش على اخر علبه ونشوف بقى هتبقى مختلفه ولا لا. يلا بينا. جولم، ادفانسد، سالمان جريد، دودل. طيب ده تقريبا دي هي نفس فكره العلبه اللي فاتت بالظبط وجايين سوا. هو انا اصلا جبت علبه لوحدها وجبت علبتين مع بعض، واضح ان العلبه اللي جت لوحدها كانت تقريبا من اوروبا باين،
والعلبتين التانيين من امريكا، لان يعني الاتنين دول شبه بعض، حتى الكروت اللي طالعه قريبه لبعض. ده معناه ان واضح ان في الحته اللي بيتطبع فيها بقى في انحياز في الكروت، في توزيعات الكروت يعني، مش بتتوزع بنفس الطريقه، مش بتتوزع بنفس الراندمنس، مش نفس الطريقه العشوائيه. جي جولم ده ما طلعش روك هامر هيرويك وادفانسد. جي جولم برضو يعني خليك تضايق كده. كاريز فالكري اكسس كود توكر تاني 30 $35. هو الاتنين جايين مع بعض زي ما قلت، فاهم؟ والاتنين طلع فيهم نفس الكارت الغالي اللي هو اكسس كود توكر. لو احنا لغاية اخر الفيديو ده يا جماعة، او اخر العلبة دي، لو ما طلعناش سيلين او ما طلعناش نمبر زيرو ده، يبقى فعلا بقى، او مش فعلا يعني، يبقى في احتمال كبير ان هي حسب المكان اللي بيتبع فيه يعني. انت فاهم مثلا ايه، الناس اللي اشترت 500 علبة من باور اوف ذا اليمنت عشان يطلع لها سبرايت بلو في الاخر ما طلع لهاش، هي كانت بتشتري من المكان الغلط مثلا، كان العلبة المفروض ما تشتريهاش من المكان ده. سيل ريمبو، طيب كريستال بيس، نينجوتسو كريستال، طبعا الكارد عمال يطلع في راجن كيس بلاك وينج دي دي كرو وادفانسد كريستال بيست وباتل. خلاص بقى جي جولم مفيش حاجة جديدة. اود اي فانتازما دراجون ده جديد تقريبا، بلاك وينج جادجت اود اي نمبر 2 تاني. زي ما قلنا مش متوقع حاجة جديدة، ساتمنى اطلع غلطان يعني، يطلع لي ستار لايت رير مثلا، مش هزعل لو انا غلطان ساعتها، بس اقول انا كنت غلطان واعترف بغلطي مش مشكله. سينكو تون، طب يطلع لي حتى تون لاستر سولجر مثلا، هنبسط جدا بيه برضو. او حتى تون دود البيست، او حتى التون بتاع كريستال ايكل، او حتى التون بتاع اسمه ايه ده، التون بوك مارك دنجن ادفانسد باينة، ومش هنشوف حاجة تانية منه. تول بوكس وكريستال بيست كات، خلاص ناقص 3 فاكس وبعد كده تبقى العلبة كمان خلصت. هل هنبقى سعداء بالموضوع؟ نمبر 100 مش هنبقى سعداء ولا حاجة، مفيش حاجة ممتعة في الموضوع خالص. تك 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 تك، ونفس الراجل اللي عمال يطلع ده، اكتر كارت طلع ده. اخر باك بقى يا جماعة، وفيها روبي، نشوف بعدها اهو دي دي كرو دنجن ورويال ستريت سلاشر، بس كده. دي كل الكروت اللي طلعت يا جماعة، بلاش تلمعوا كده، دي كل الكروت اللي طلعت. التلات علب مختلفين تماما، بس في علبتين جايين من امريكا تقريبا وعلبه جايه من اوروبا، وانا اتلخبطت مش فاكر انهي جاي من انهي، بس في علبتين من نفس البلد وباين في فرق لون الكروت يعني. خلينا ندور على كارت متكرر عشان اوريكم اهو. دي دي كرو، اتمنى الكاميرا تبين الفرق ده. دي دي كرو تمام، وده برضو دي دي كرو. هل الكاميرا جايبه الفرق بتاع درجه اللون يعني؟ هل باين ان ده اغمق من ده؟ اعتقد باين في الكاميرا صح؟ انا ببص على الكاميرا كده على الصورة، باين ان ده اغمق من ده. حلو، فده هنا العلبة الواحدة جت من مكان والعلبتين جم من مكان، وباين في فرق الكروت اللي طلعت كمان. طلع 2 اكسس كود توكر، حلو طبعا انا سعيد بيهم، بس كده ما فيش حاجة تتقال. مش عارف اقول الباك حلوة دي يعني، اديك شفت كده اللي جواها ايه. واتمنى يكون الفيديو عجبك، يا ريت لو عجبك تعمل لايك سبسكرايب وشير في فيسبوك ويوتيوب والحاجات دي، بس كده. شكرا.